إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي وأخواتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومؤتمركي أفر يلاباتانات لغو قبتي مقالة هلسنكي مركزكا هلسنكي إسلامي كاسكوس وانا محاضرة ذني سدحات يا مالنتي كوات إنوانك محاضرة ذا مانتا وحوية حوجينتا حريركا إهل لماذا وحنا نو أخرين دونا شيخ مصطفى وتقانان وهم بهنين تعريف إيه نكبح إنه مركا وحنا لي شيخ أكسر لواضو محاضرة ذي سدحات يا مؤتمر كي أفر لواتنات دلك فنلاند مقالة هلسنكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكولي وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في سورة البقرة، في سورة النساء، إلهي وحلي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الأحبة، حديثك آدنها كردحية في الشريعة، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وحكوس ليسيا أصليا العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حديد كاسي والدوائر أما حين دابيك للدنبياء أو وهر رأيه قفكو إنو نفتي سو إحسان فالو كدبنا أسرادا يا قاربته كدبنا مجتمعة وكنو ليي كدبنا إنسانية دمانتة دا نوران كرنو دائرة دا كوادة نفطة إحسان فالك يا إلهي وحلين أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. دائرة دا اللباد والدك يا إلهي وحلين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حين دابك أما دائرة دا الصدحات وأه قرابة إن لو سما فلا مسألة حريريه وكموضوع كسب سيسن يهي إلهي مركو تلمامي ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين بإلهي كحكسيي دائرة دا أفراد وبلشوين تاما وقرآن كسيب كسي تلمامي يقيب تيدا ضعفضا اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل دائرة دا وأوسع سنة حديد كابن آدم نمال السمية والدائرة الخامسة والعلاقات الإنسانية دمانتيد وإلهي سبحانه وتعالى قتل مامي ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هدبا آذنها حديدك كرد حيا أصل وحوى العدل والإحسان دمانتي مع المخالف أصله والعدل والإحسان وحين مركا إنك الدرس كان لو قون ديين ونقضوه ككسها بسيسان سلة الرحم أما قرابضة يددك طلك اللي يحديد كيسة
الإحسان إلى الأقارب أما سمفلك الله سمفلو دتك كودو waxay ku salaysan tahay hadba awooda qofku u leeyahay iyo kala xidhiidhinaya awoodiisa buu Imaam Nawawi leeyahay raxmatullaahi calayh rasuu xulay mar waxa dhici karta inay adduun noqoto oo xoolo la isku caawiyo la isku xidhiidhiyo mar waxa dhici karta buu leeyahay inay khidma iyo shaqaalanimo noqoto oo la isu shaqeeyo oo la iscaawiyo mar waxa dhici karta buu leeyahay inuu xidhiidhku ahaado ziyaara iyo salaam isboqasho iyo soo salaan marka aynu joogno wadannadan galbeedka waxaad moodaa inay iyaga caan agtooda ka tahay wax privacy la yidhaahdo qofka iyo dowladda xidhiidh leh laakiin bulshadan ka sokaysa in badan inaanu xidhiidhkiisu badnayn walidaalik inaanad arag ilmo iyo aabbihii ama waalidkii oo isxidhiidhinaya iyada qaraabo kale ka kaalaya la dhaqanka lala dhaqmo bulshooyinka noocaasina wuxuu dhaxalsiinayaa dadka in dhaqamadooda wax badan oo ka mid a ay bulshada ku dhex faafaan oo la qaato walidaalik baad moodaa in loogu talagalay muslimka muqtaribka ah ama muslimka carigii muslimiinta ka soo durkay ee dhul shisheeye degay ee dhaqan iyo hidde kale la noolaaday looga cabsi qabo inuu ku milmo ama la wadaago dhaqamadooda in badan la xasuusiyo dhaqanku islaamku lahaa iyo diinta wixii ayna faraysay waxaa ka mid a baynu markaa leenay diintu waxyaabaha ugu waaweyn ayna farayso waxaa ka mid a silatu rixm qaraabada iyo rixmka ama xagga hooyaha ka soo jeedaan ama xagga aabbaha ka soo jeedaane in la xidhiidhiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriq waalmaghrib walakina albira man aamana billaahi walyawmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waalnabiyiin waaata almaala cala xubbihi dhawi alqurba waalyataama waalmasaakiina wabna alsabiili waalsaa'iliin wafi alriqaabi waaqaama alsalaata waaata alzakaah والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إلهي سبحانه وتعالى وحين أطل ماما يصمه إنان وهينون عباداتك بدني قال الله سمع يكلية ومشرقية مغرب سلا دلولتش يستقر إنان يهين وحصحة هينو يهي رمينت الرب للرمية إيا مالنت القيامية ملائكة يا كتبت إيا النبي يده waxaa ilaahay subxaanahu watacaala arkaanuliimaankii ku xidhiidhiyey wa aata almaala calaa xubbihi dhawi alqurba iyo hanti xoolo in la siiyo iyadoo la jecel yahay weliba xoolaha xoolo saacado badanaad ku soo dhididay oo wakhti badani kaa galay inaad haddana bixiso oo aad siisaba ilaahay leeyay dhawi alqurba walyataama waalmasaakiini wabni asabiil kuwa qaraabada u saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo kuwa jidku ku go'ay waayey safarku ku dhex go'ay iyo saa'iliin iyo wixii la mid ah waxa aanu tilmaamaynaa aayaadkan qur-aana qur-aan badan badan baa ku soo arooray iitaa'u dhil qurba yas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxaanu bixinnaa qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni waalaqrabiina waalyataama waalmasaakiina waibni asabiil wixii aad bixisaane khayra baa ilaahay yidhi waalidka ay ku xigto qaraabadu ay ku xigto bulshada weyne kale inteeda baahani waati dha alqurbaa xaqahu waalmiskiina waabni asabiil walaa tubadir tabdiira ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad badan oo qur-aana ayuu wuxuu ku tilmaamayaa dadka kugu xaq leh in wax la siiya inay yihiin kow waalid kadibna qaraabada kadibna ducafada muslimiinta ah bal ee qaraabada ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddii waalidku dhinto oo la dhaxlayo dadka dhaxalka leh siiba hadday qaangaadh yihiin goobta dhaxalka marka la joogo qaraabada kale soo xaadirtee timaada ee aan dhaxalka iyagu wax ku lahayn in wax la siiyo wa idaa xadara alqisma ulu lqurba waalyataama waalmasaakiin farzuquuhum minhu baa ilaahay yidhi wax ka siiyo ka arsaaqa waquuluu lahum qawlan macruufa aayaadka qur-aanka ah iyo aayaad badan oo kale qur-aani waxay tilmaamayaan
qaraabada xidhiidhka ay u baahan yihiin in la xidhiidhiyo. Xidhiidhkaasi ha noqdo mid hantiyeed, mid caawimo kale ah, mid booqasho ah, mid salaana, intaba inay xidhiidhkaasi xaq u leeyihiin dadka qaraabada iyo sokooyaha iyo dadka kuu dhow. Inta aanan tafaasiil badan gelin, nusuus badan oo qur-aanan akhrinin, waxa aan tilmaamayaa waa waxyaabihii ugu horreeyey ee shareecada islaam ay la soo degto. Qaraabada xidhiidhinteedu waxay soo degtay tawxiidkay la socotay. Qaraabada xidhiidhinteedu waxay la socotay tawxiidka. Walidaalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka mathalan uu warinayo camar ibnu cabasa asulami, saxaabigii la odhan jiray, ayaa wuxuu leeyahay: kuntu wa ana fi ljaahiliya adunnu ana annaasa calaa dalaala. Waqtigii jaahiliyada ee aan joogay buu yidhi, haddana waxaan arkayo in dadku waxanay samaynayeen ay baadi tahay, diintanay dadku haysteen waqti ljaahiliya inaanay sax ahayn baa ii muuqatay buu yidhi, oo waxay dadkani caabudayeen sanam iyo wax la mid a waxaas inaanu sax ahayn. Waxaan markaa maqlay buu yidhi in maka nin ka soo baxay oo akhbaar cusub wada. Markaasaan soo fuulay buu yidhi neefkaygii daabadaydii, anigoo raba dadkani waxaanay ku sugan yihiin waa dalaale, bal ninkan cusubi wuxuu sheegayo inaan soo maqlo. Makaan imi buu yidhi. Waxaan u imi buu yidhi iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam mustakhfiyan juraa'un calayhi qowmu, isagoo ah buu leeyahy, faidaa rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalama mustakhfiyan juraa'u calayhi qowmu, iyadoo nebigu uu dhuudhuumanayo oo tolkiin ay ku dhiiran yihiin oo la dhibayo. Yacni waa dacwadu markay bilaabantayba, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam la dhibay oo uu dhuudhuumanayo buu leeyahy, isla markaana lagu dhiiranyo la dhibayo, dabeetana waan u soo dhuundhuuntay buu leeyahy ilaa aan u imi. Nebiga calayhi salaatu wasalaam camar ibnu cabasa asulami oo nin reer miyiya abaa u yimi, su-aaluu nebiga weydiinaya. su-aalaha wuxuu kaga bilaabay maa anta, man anta ma laha, kumaatay ma leh, ee wuxuu leeyahy maa anta, maxaatay? Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ana nebiyun, anigu nebi baan ahay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. ninkan muslimka noqday ee reer baadiyihii wuxuu ku yidhi markaa wamaa nebiyun, oo nebigu waa maxay? Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu nebi baan ahay, isna wuxuu yidhi haddaba nebigu waa maxay buu ku yidhi. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay arsalanii allah, ilaahay baa isoo diray buu yidhi, ilaahay baa isoo diray. Wuxuu yidhi markaa wabiayi shayin arsalak, oo muxuu kugu soo diray? ilaahay haba kuba soo diree, waxaad wadeen risaaladaadu waa maxay? Wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam arsalanii bisilati araxim, bisilati alarxaami wa kasri alawthaani wa an yuwaxada allahu laa yushraku bihi shay-un. Saddex shay baa laygu soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, wa fi awali arisaala. Nebigu wuxuu leeyay waxaa laygu soo diray qaraabada xidhiidhintii iyo asnaamta burburinteed iyo in ilaahay keligii la caabudaan loo shariig yeelin, saddexdaa qodob baa laygu soo diray buu nebigu yidhi. idan culimmadu waxay yidhaahdaan waxyiyadii u horreeyee nebiga lasoo faray waxaa ka mid ah tawxiidka in dadka loogu yeedho, asnaamta in la burburiyo, iyo in qaraabada la xidhiidhiyo. ma awoodeen wakhtigan inuu nebigu asnaamta burburiyo, laakiin inay mabda' tahay buu tilmaamayay. asnaam burburiskii nebigu wuxuu bilaabmay wakhti dambe, laakiin warka kan waxaa loo sheegayaa mabaadi'da islaamku uu la yimi waxa uu yahay. waxaan weydiiyey buu yidhi, faman macaka calaa haada, warkaa ayaa kugu raacsan? nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi xurun wa cabdun, dad xor iyo addoommaba way la socdaan buu nebigu ku yidhi. markaasuu saxaabigani wuxuu leeyahy markaa waxaa la socday abuubakar iyo bilaal baa ka mid ahaa buu leeyahy markaa kuwii rumeeyey. waxaan ku yidhi buu yidhi aan ku raaca haddaba aniguna, waa ku rumaynayaaye, waa ku rumeeye, aan ku raaco.
نبغو حيو جواب بيقول هدا ما أودد إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ما أنت ما أودد إن ذي الراعدد بيقول ألا ترى حالي وحال الناس ميادي أركي بيقول أنا جي ضد وحنا كلا هيستا أنا جي بعد وما شكو شري أدقو باديك يبقى حقادي الراعي بقوله نبغو عليه الصلاة والسلام إسكن نقب نبغو كيره غير هاجي خن نقب برجع أدم غشين نقول استي مركا إيك على يبو نبغو كيره إما كأنت أذكر نقطة إله الرماة دبة ناسكتك فيره إن يكون نقطة مركا آد مقشو إن نقول إستي مركا إيه قال إبو نبو كويد عليه الصلاة والسلام صحابي قانو حلي دبة نوان أذكر نقطة خير كي يجب أن دبو النقطة مدة نخبار تدقي سنة يبل وحا مكاكا سوكر لي إيا وحا يسبدلي مركا إدن با وحا يسوى قاري ورأة إنو نبي قو هجرو دي ومدينة تقيبا يسوى قاري بويري مركا حسان صوبح يبويري dad reer yathrib waxan warwareystaba dad reer madina baan helay buu yiri waan waydiyay waxay dhaadeen ninkaasi waa yimi siduu xaalkiisu yahay baan ku yiri buu yiri waxay dhaadeen dadkii way raaceen markaasan madina soo galay buu yiri nabigu u yimi alayhi salatu wasalam wuxuu ku yiri ataarifuni wan reer miya may garanaysaa buu ku yiri nabiga alayhi salatu wasalam intuu yimi nabiguna wuxuu ku yiri qaala na'am waan ku garanayaa anta alladhi laqitani bi makkah ninkaanu beriga hore marka isku aragnay baa tahay buu nabigu ku yiri markaasaan idhi buu yidhi haa ee ilaahay rasuulkiisii wixii alla ku baray waxiga bar oo bal salaada iga waran horta waxa la yidhi waa la tukanayaaye markaasuu nabigu u sharxay calayhi salaatu wasalaam salaad iyo tahaara iyo islaam xadiidka waxaan u soo qaadanayaayo keliya masale ah waxyaabihii ugu horreeyee diinta ka soo dega waxaa ka mid a xidhiidhkaasi bulshadu inay isku xidhnaato sida daraaddeed ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa ninkaa reer miyiga ee ugu yimi isagoo dhuumasho uu ku jiro xilligii hore islaamka ay tahay in waxyaabihii nabiga loo soo waxyooday ilaahay soo faray ay ka mid tahay qaraabadoo la xidhiidhiyo iyo sanamadoo la burburiyo iyo ilaahay oo keligii la caabudaan cidna loogu shirik yeelin waxaad ka garan kartaa waa acmaashii ka soo hadhay diintii nebi ibraahim bay ka mid tahay salatul arxaam waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu ku soo degayba ee uu baqayay khadiijo waa tii ku tidhi innaka la tasilu larxaam waxay lahayd adigu nin fiican baa tahay oo dadka caawiya qaraabada waad xidhiidhisaa bay ku tidhi oo qofka dhibban waad u gargaartaa oo yacnii wuxuu nebigu samayn jiray bay tilmaamtay wareeg ahaa marka waxyaabihii koowaad ee ay ku leeday ilaahay ku dhibi maayo khadiiji waxay lahayd innaka la tasilu raxim raximkaad xadhaydhisaa waxaa kuugu filan wakhtigii la farad yeelay ama la waajib yeelay ama laysfaray in la xidhiidhiyo qaraabada waa wakhtiyadaa hore xataa muslimiintu wakhtiyada ay u hijroonayeen ardi alxabasha waxaa dhacday caaisha waxay leedahay anugu waxaan garaadsaday labadayda aabo oo muslimuun un baan garaadsaday yacnii aabbi iyo hooyo oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalin walbana soo booqdo gelinka hore iyo gelinka dambaba markii muslimiinta la dhibay ee badhay dhulkay xabashida u hijroodeen ayuu abibakarna magaalada iskaga baxay abibakar meel la yidhaahdo barka alkhimaad isagoo maraya ayuu wuxuu la kulmay qabiilka alqaara la yidhaahdo suldaankoodii ama odaygoodii buu la kulmay ibnu daqina nin la yidhaahdo ibnu daqina wuxuu ku yidhi ayna turiidu yaa abibakar odaygaa waayeelkaaba wuxuu yidhi war abibakarow xaggaad ku socotaa maxaa xaggeed u socotaa abibakar wuxuu yidhi tolkay baa isoo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard wa acbuda rabbi waxaa jiri jirtay qabla alislaam cibaada siyaaxa la yidhaahdo oo ah qofku intuu iska dhaqaaqo isagoo aan meel gaara u soconin dhulkiisa unuu iska maro si uu ilaahay u caabudo abibakar markaa wuxuu leeyahay anugu meel gaaraba kuma socda eh asiixu fil ard dhulkaan iska maraya waan socdaa waxaanan rabaa inaan ilaahay caabudo saaix inaan noqdo saaixu tuuristkana inuu imika sheegna maaha waa saaixiinta qur-aanku ka warramay iyo wixii lamida dabeetana ibnu daqina ninkaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi abibakarow adigoo kale dhulkiisana kama baxo lamana saaro
نين وناك سمي ويالا وضيع وضتك كدم بياضا مكا ادق اوكال نين سكتك انا متيهد نين نصارى انا متيهد ابي بكر مركا محوكو امانيا ابن دغن وحولي انك تكسب المعدوم وتصل الرحم الرحم وتحمل الكل وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار انت يا خديجه النبي كل هيدو كلبو كيري وحولي كان وحيسن وحسي باضهي وقرابا نن حرياتي وكي علوس نن علوس كفضيلياتي ومرتضى نن صوراتي ودب قفك هيستك كفي دبات يعني وحلا لي وح وناك ضد لو قبط نن قبطات هاي صورت قال ما هنك عين كاسين ما انت لا صاروا لا يدادو اسكتك اي واحد يشا اني ما غنغليه كسيي عربت دقم بيل هيد اه قبائل كامل رقا واويني عدة دونان بي ما غنغليه سين كريين marka intu qabaail ka iyo dadka isugu yeeraba wax horan jireen dhageysta hebelanu maganteeyay ninkii taabta dewa notahay reer hebel bay isku maranayaan marka weeyaan marka cid magan galiyo siyaan sida dawladdu hadda magan galiyada dadka u siiyaan bay u siin jireen wuxuu ku yiri ibnu daqina abi bakr wana magan galiyo ku siiyay nin baxmatihid ina ali quraysh buu keenay dabatan wuxuu quraayshay abi bakrna la saara maaha waanin كان وحلا وحسية قرابة حديدية انت بو شاقي قريش مي بينين ابي بكر انو سيدا ايهي مي بينين وحيدا دان ابن دغنو وانو اقبل لي مغنقل يدا دات سيسين كان لكن بشرط بانكو اقبلينا وام حي شرطه قرقي سهجوغ الى هيكو عابد بيدا دي وحو الرميسي قرقي ساكو عابدو صلاة دي سا قرقي ساكو تكدو قرآن كي سا قرقي ساكو أخرستو يانو ميلها نوغو إيمان نوغو ديبن أما عروت يدو مركيون نغو والم بيدا دي ننغاني قرقي ساكو حدون ياكو غبتا لكن دبدا هيو الله صابحين ابن دغين أبي بكر بو سيدي كويد أبي بكر وانا ينا عبشا الشيغان ايان مغان قليا أنا كسي يعيدو كتابا ميسو لكن واحد عابدو سيا واحد سميسان سا قرقي ساكو سميسو سيدي بو أبي بكر مدكو تشوغي دبتنا أبي بكر وين لن نقوم ويدي قرس كفرديو إلى هي عابد مساجي دير بو قرقة هرتي سكاسة مايستا مالي يرو كنتو كدو ماشي وكنتو كان يبو صلاة دو قالا قرآن بو كرو أخريا قرآن كمركو أخريا أبي بكر وانن بكا أبو هبالا وانن أوهن بضم بو حان شري إلهي مركو يسور تاقو إلمايا قرآن كأخريا دومر كي يعرورا يدد كماشا مرايا كسو أورورا ولا دقيستا وإلا التعجبان نين كلي ميل تاغن او يا او تكن يبي لي يا بي وادي قوم ده كور الا نوشين تد بنان كاس شايد دغتو انغا ملا ده ايشينا علم كما سو دعده قران اخرنا يو علمين يو كو سو اورورانو وي غرن لا يي نين كان كلي ميش تاغن او يا وحو هيو ابن دغنا ما لو نوقدو وخا لا يلي نينكي وكا بخاي ballankii ino dhaxeeyay ee hadii aad rabto inaad jaarnimadaada uu ku jiro meeshii ku noqdo Abi Bakar ibn Daqina uu yimi dabeetana wuxuu ku yiraahdaa Abi Bakar oo arrinkan waxaan rabaa de ballankii waad buurisay ballankeenu saaya saaso aha nimankan ina dumarkood iyo caruurtooda kaaga cabsi qabaan de gurigaaga Ilaahay ku caabud Abi Bakar wuxuu yiri dhimadaadi baan ku celiyay niyo waanu meeshan ku noqon maaye magan galiyada aad siisay baan ku celiyay maanta laga bilaabo masuuliga ma tiid waxba cidna carabiyay ku eed sheegani xadiisku waa xadiis dheer laakiin anigu ilaahay jaarnimadiisan raalli ka ahay buu yidhi sidaa inagu kala kaxay xadiiska kan inagu maxallu shaahidka inuga dan leenay wax weeyaan Abi Bakar waxa la yidhi ma tihid nin la saaray nin baxatoona waayo qaramadaad xidhiidhisaa يعني هنا يا هيد وقت جيم مسلم كو عليلي قبا كوتشيري ووقت ان صلاة دي بواجب اما ان اركان بدنو اسلام يسود دقن اما شرائع بدنو اسلام يعني يسود دقن لكن اسلام نمضى كم اذا هيد ان لحريريو قرابة ان لحريريو ولذلك يا نبي عليه الصلاة والسلام احاديث تي سمرك انو اغنى ان بدنو كم مثلا
مركو أبو سفيان قالها بغرتوية دي رومانيس كي كل مين هيراكليس سنكي لورين شري مركو شام كل مين ونبي عليه الصلاة والسلام وراغضة ودري هيراكليس ولي إسلام أيو هيراكليس وحوي ديستي مدح دي سيميشي تشوكتي ورنمان كأنك وراغضة يسو دري وحتلك يوم قال هذا ودن كين تشوكا مشران ولا الرادي سفر قريش وكي من مكة ومشي تشوكا أبو سفيان هو قامين أيو أيا لا لا أبو سفيان مركا وقال وهذا قال له النبي كله شرا وحيدي يقول يا رب ماشي على فريسي قصة دير أبو سفيان أفر يتبن سؤاله هذا ما صدح يتبن سؤاله بويدية أو كو اتحام يا وربه نكن هي تاريخ دي سبب طاينه هلا وأمرك أورن دونه هرقل والله ما كنت أرتي هل كان فريو قبصن دونه كاسي يعني إنه النبي حقيقي لكن مرك يلقو كعي أيوة ما دحين ما دي سيسكي حتشستو قال لي ما دي سيسكي حتشستي هرقل وحيا به ويدية مرك أبو سفيان وحكم دام حيد فرابوي نكن وحى عصبة وليمي ومحي يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة وحنا فريا صلاة إلهي لا تكذو وحبحين وحلا بحصدو دور سنة لا دور سنة ده هي وصلة حديد تلك هي قرابة الله حديدية إن قرابة الله حديدية أي نفريا إذن ما كان مركي اللي تشوقي نبو عليه الصلاة والسلام عنك أصوها ما لنتو مدينة قلي إيدتكو كهر يمادين يا أنصار تو أيشوا دوين أيشي نمن يهودا كم إذا يانا سور راعي أو إيجي يي بل نبي محمد سيفوي إن كتاب كود وكوقر رأي إنه ليه يهور رسول يهاي إن كله سايوه بيا دت كاسور راعي وح كم إذا هامركا عبد الله بن السلام صحابي جي لورينش رو مركا نين يهودي يو عالمة وعلماء دي جوا وين دي يهودا حديث كي سنة كأنه وديري هاي لكن محل شاهدكم ما صاق هذا ريا نكان آخر كي هو السلامي لكن وحيري مركي آنو إيمي آن آغي بويري وحان ركي بويري وچي غاني وچي بانالا إنان وحين قف كذاب إنان وچي آكين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي كوادا ومركو أفكا كالقاضي آن كم مقالي نبويري ومركو نبقو مدينة إيمي وحي كوادا آن كم مقالي وحي هاي بويري إستغاله أيانو إيمي بويري أيها الناس أفشوا السلامة وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة روايات كقاركود وحي تلمامي ينين حديد انتنا يكوشرتو على كل حال أحاديث تامر كأنه أغنو أما نبي عليه الصلاة والسلام حديث كو تلمامي إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة نبي أبو حلي عليه الصلاة والسلام ركي إلهي خلقك أبو ري أيا قرابضه أي كعبطي إن لقوين أيوه دبتنا إلهي بأو حكيري من أطرال لك هنا نحديرية وحيكو حديرية إن نقوية وحيكو قوية دبتنا ساسي رال لكو نغطي بنبغة المامية اقرأوا إن شئتم بنبغة إلى آيات كم قرآن وأخرى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عصيتم أي هل توقعتم ما في ليسان ما هدي أجيستان الدين تقادم ويدان إن أدولك فسهادسان أرحمك قويسان بأي لهير سبحانه وتعالى أرحمتنا قويسان نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كأصح ذي وحكم ذا ونبي قول أي ثلاث نقسم عليهن صدح وان كل أرانيا حديث نوان دين شيقية حفظية صدح دو كل أرانيا نبي قوام محي حول صدق ما يريسب النبي قولي حولكم ما يرادان إلهي حقي سوى الله دكتو ولا ظلم عبد مظلمة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها لما الظلمية الدونة وظلمية كما الصبر ومع فيه اسكما الدلقات إلا زاده الله عزة إلا يعفق إلهي وحوق كرنيا الشرف قفنا الباب كمسألة مفرب النبي قولي إلا إيوه باب فقر با لو فرا وحسيدو هداي كوكو بادتو قال يا مسلم عدا دون تبا بري بريادو ما فينا ساد رادد بالنبي قول حلي ولا فتح عبد باب مسألة قف مفرا الباب كبريضة إلا يا إلهينا الباب كفقر وفرا
هل شينا وان دين شيخي يا قيب ابو نبي عليه الصلاة والسلام وام حي ادونك وافر ام ابو نبي قولي افر قف ام با ادونك وصقنا هذا افر تقف لبا وامان انتي لبا نوا عيبي سنتي لبا دا امان وحاكم دا ادون الهي مال يا علمي سقو دريب نبي ادون الهي وسيه حاله يا علمي فهو يتقي ربه فيه حولها يا علمك إلهي سير ربي جيبه كقعب صنيع ويصل به رحمه نبي يقول حليه الرحم كي سنة قرابدي سنة وكحري دنيا إلهي حق وكلية هي زكية وحلا مدنا وجودنيا كاس آخرة أفضل المنازل بدقي يا ابن بقولي ما لها وصل رأي إذا جنة ضرورك وصل رأي وحل بدقي وحكم ده سيد حديث كانت المامة يا ربي قعب سيدي إيوه هدي إلهي وحكوسية إنها تحريرسو ضدك قرابة قوة حديثك محل شاهدكم بينك سوق هذا وحين نضافي نوكل نبغو عليه الصلاة والسلام وحين نشيغي أعماشي جاهلية للسمينية وقت إسلام ككوه الرئيال للسمينية وي كم تاي قرابة حريرين تاقفك هدو إسلامه إنو عمل كان حتى أجر كيسي وليه هليه ولو مركو سميني وقالها لكن مركو السلامي إن لقى أقبلي ولذلك ما النبي عليه الصلاة والسلام ويمي حكيم بن حزام صحابي اللورين شريه وحيري إلهي الرسول كيسيو بالكورن الرمان سمين شريه برقي جاهلية ده وحبا مهلية وحيابه الشيغان يمركا وحكم ده صلة الرحم كاس أسلمت على ما أسلفت من خير بليري أسلمت على ما أسلفت من خير وحي آت سميسي خير آت هرو مرسطي واد الله السلام تيبو نبي قوت المامي قرابة حديدين تيدو وحين لين مركا ومن الدين هذا بوا قورما دادك بردبا وحي وحسان حديدين تو إني تي مركا يكو حديدين أنا أدنا حديدين نعم تاسوا صح فابل قد لكن وحويان حتى هذا يكون ديبان وكو قويان أديك ويكوغلين حريرتي سوي سجد دمبابي لكن أديك ويكوغلين محي حريرتي ولذلك يا نبي عليه الصلاة والسلام حليه ليس الواصل بالمكافي واصل كان نين كان صلة الرحم كصمينية نين كان وحريرين إياه نين كان أبال قدي ما هبو نبي ولي نين كان أبال قدي ديت تلك بركة اسكفي عنتي إن أنا وحطران أدناض وحطرته المادارية المفتية برودك يدد قرابة يسكن نواتينا وحسترطان ده هو أبال قد يمركا وحر الغطرون بضا نوح كعليس كاما هبو يلي نبغو كينو كهد لنا كاسوا مكافي أبال يلي وانين أبال لغولة هاي أبال كي قدي لكن كان شيغي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هبو نبغو واصلكو وكمركا أي قويان قرابة ديسو إساقو حريرية ابن نبي عليه الصلاة والسلام ده قرآن كان وحكو تعالى حادثة الإفك مركي دعضي دعضي بين أبور كيالك ففي عائشة رضوان الله عليها أبي بكر أيهور دارتي وحكو دارنا يعني من كان وركر رميستي منافقين باورتا سميي لكن ذاتك بدبا تشيرة وركا آنه بنا إسكار رميستي نمان مسلمين وأوين ومهاجرين يا أنصار بله أي رن موضي وركي يوفافية إيانا وحكم إذا حسان بن ثابت شاعر كي نبي عليه الصلاة والسلام وأنساري قاها وحكم لك مدى مهاجرين تمسطح بن أثاث وحكم إذا حمنا وحل إذا دادت كي فافية كقيب قاطي بين نغضين دبيت أبي بكر وحو كحناقي مسطح بن أثاث إن كان ليلة هو يدي أبي بكر بهبر وذاقه مركا أبي بكر قرابة نمية اللي مدرة دين سقيه هو يدي بس قابيلة أبي بكر باو حبيلة مصطحا إيه هو يدي بأبي بكر بابيلة سقى أبي بكر لبضة باو حسين إياه أيوه هذا نين إنك يوح وحكي شيء جاي محي عايشة قرابة يهين أبي بكر أرنتي بقادن كرواية مركا وعكر أرتين أنا واحدة مصيني وأم كدي ليا إياه وحمان صميني كلا أبي بكر ماله بس وحسين تيدا كاهي سنة يا أبو لي واحدة مكوسين مايو إلهي بقرآن سودة شيله
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى يي كدارن إلهي باله كو ديرات كالسيي يا نلوش اللوب بلادي يي كدارن دتك فقرضا يا مهاجرين تا إلهي درتي وسو هجرودين وحصيان يي كدارن بايلايد ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا إلهي وعدي هدافان وكتشيستان ميدان شعلين دين بابا إلى هيلة سبحانه وتعالى إني إلى هيدن بيجينا دافو إذن أبي بكر وحى الله فريا يدو مستحو ربت تنجيستي هدنا إنه ولي حديدي أو وحسيو أيها الأحبة وحى النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينصأ في أثره فليصل رحمه أما من أحب أن يبسط له في رزقه وينصأ له في أثره فليصل رحمه نبي عليه الصلاة والسلام حديث كم حليي ننكي تشعل إن أرزاق الله واسعية عمري كان الله ديري تلكها حديدي يا نبي عليه الصلاة والسلام يعني من أسباب لغو بلاريه قفك أرزاق ده إلهي لغو بلاريه وحكم ده إنه قرابة ده حديده سو إنه كهنين مركة وحلو ويديه وحكم ده وحيابه إلهي عمرك كده رأيه أما سكو بركيه حديد انت قرابة ده بو نبقى عليه الصلاة والسلام ساوغيد بو نبقى حليه نكي شعل إن إلهي أرزاق ده رأو بلاريه عمرك أنا وده رأيه قرابة ده حديده بو نبقى عليه الصلاة والسلام هذا أيها الأحبة حديث النبي كان صحيح وحكم ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه هي فلا يؤذي جاره لو هذا الرواية بس صحيح كصارورين نبي حلي عليه الصلاة والسلام نكي إلهي إيما لنت قيام الرميسنو مرتد صار نكي إلهي إيما لنت قيام الرميسنو شارك حدبين ولو قال لها هذا نكي إلهي إيما لنت قيام الرميسنو أما خيرك هذا لما إسكا أمه وحكال النبي حلي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه نكي إلهي يا رسول الرميسنو والقرابة هذا حديد ابن نبي عليه الصلاة والسلام إلهي يا رسول هدات رميسان تهي قرابة حديد ابن نبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو إنه قلت المام أيه إنه يندتك أمضا يصدق الله سيه مركاد وحبحين أيسو دتك أمضا وحلصية إنه يجيين وحد عدي ميمونة بنت الحارث هواني دي اللي ورنش رو كم ده هواني كي ونبقو قبي عليه الصلاة والسلام أحاديثنا انت بدن سيحين كي كسارو ريان أخرنا إياه أيها قبر يرو وليدة قبر يرو أيها ستة يو أدون يرو أحيد أيها حريسة دبتنا وأيضا النبي قول لتشوقين عليه الصلاة والسلام توقد يدي مركو النبي قولي وقت يدي ويمي أيها أشاكت أو واحد تري واسيداي دبت أنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكويه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك هدات سين لهيد بيد أبتيضة أي كوسي أشر بدنا لهيد بن النبي عليه الصلاة والسلام أبتيضة هدات كوسة قاضي سين لهيد سين لهيد أي كوسي أشر بدنا لهيد إذا أنا ما أبتيها النقطة أما حتى غير كلفتي سان وحاس كاجا هالنقطة أما إسلام توديجا هالنقطة مثلا زينب قبل دي لورنشري أو عبد الله بن مسعود حاس كيسي أي واحد لدي النبي كان مغليون نقوله تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن هوينا وحصد غضيستا ذهب كاحدنتي إنها النقطانة هوينكو وحصد غضيستا ذهب كاحدنتي إنها ها تبو النبي عليه الصلاة والسلام قبر داسا مركا واحد تري مركا حديث كان النبي قال عليه الصلاة والسلام
أيان وإيم بيتري أضيجي عبد الله ابن مسعود أضيجي دي بيوتمي ليتنوع تروار عبد الله أذقوا بفقير بات نين خفيف ذات اليد نين وحيستمته أرد نبي قوتك عليه الصلاة والسلام وحن نفر الصدقة واحد سوي ديسا ورادقة مكوكو بحيسان كسية بيلي هذا وأضيجي دي لكن وحي لهذا أتباع عربات توح ما يسي إسلام توح حيسته هنتي له لكن عبد الله بن مسعود وحبا ما هيسته نبي قلنا الدمر كل الله الله وحوله وحصى دقضا يسته دابا تنوح كل هذا يضيق ورد ما فقير با توح ما هيسته ورد اتق نبي عليه الصلاة والسلام واحد سوي ديسا ما كوكوبا حيسا هدانا ديقا كسيه عبد الله وحو يري مركا ما ينو نبي قوتك ما يرد أدو قوتك سوي ديسا نبي قوتك ما يه أدو قوتك سوي دي بكوين وحي تري مركا سان صابحا dhaxda markaan socdaba waxa ay ugu soo baxday bay tiri gabad kalo aan saara oo iyana masalada idiyo kala wadata iyana rabtay inay nabiga weydiiso ninka hadii wax la siiyo ma ku baxaysaada labadii dumaraba is soo raacay gurigii nabiga yimaadeen alayhi salaatu wasalaam markay gurigii nabiga yimaadeenna waxay leeyihiin nabiga aad buu haybad weyna markaa waa laga cabsan jiray waanu ka cabsanaynay bay tiri دبتنا بلال با نو صباح بيتر بلال با وحن كون ديباي داهدي ائت الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك نبي قو تغو وحد كنت داهدا لبا دمر الباب كجوغا ايا نبي الله وحي كو ويدينيا اود يدا يدا وح ما كو صدق ادايسان كرا سدا بلال ونبي كو ديباي داهدي ايا اغون يرانو هيسنو وعلايتا من في حجورنا اود يدا يدا يا اغون غورغيغا جوغتا wax ma ku soo qadaysan karna oo hanoo sheegin bay dhaahdeen kuwaanu nahayna bilaal bay leeyihiin hanana sheegin su-aashaana nabiga noo soo weydiiy bilaal baa nabiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su-aashii buu weydiiyey nabiga markaa su-aalku soo celiyay wuxuu yihi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su-aasha ku soo weydiiyey waa kuwama bilaal de hadduu nabigu weydiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadh ansaariyada iyo iyo saynab buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabadu waa badan yiine markaasuu yidhi ilaahay ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi ibnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi ibnu mascuud qabay weeye markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihi yacnii ajarka qaraabadu waa maxay waa silatu raxim qaraabo xidhiidhinna way idiin tahay sadaqana way idiin tahay buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuha laxiba xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min addiin bale cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibnu nawfal ibnu lxaarits ibnu cabdilmualib waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay cabdilmualib ibnu rabiica ibnu lxaaris ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay rabiicata bnu lxaaris waa rabiicata bnu lxaaris ibnu cabdilmualib yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer iyo alcabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiiya labadan nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay dabeetana waxay yidhaahdeen war labadaa wiil waa laba wiiloo ay dhaleen labadaa wiil intaynu isku darno inuu nebiga u diro oo aynu kala hadalno waxaynu ku odhanaynaa sakooyinkan iyo sadaqaadkan lasoo ururiyo dadka ka shaqeeya ilaahay rasuulkiisiiyo ku dar ha shaqeeyaan oo dadkuba dee shaqada waxbay ku qaadanayaane wixii ay dadkuba qaadanayeen iyana ha qaataan warkaa iyagoo wada buu caliy ibnu abi aalib oo isla qoyskiisna ayaa u yimi markaasay u sheegeen wixii ay wadeen cali wuxuu yidhi war ka daaya war nebiga waxaa howla tegina cali way ka cadhoodeen waxay dhahdeen war naga tigorodo markii adiga nebigu inantiisa ku siiyey kusoo dhaweeyey baad cali waa la yidhi adiga ku maqli mayno waa diraynaa labada inan adiga markii uu nebigu kuu guuriyo ad leedahay kuwan loo guurin maayo waa laba wiil ay dhaleen bay rabeen in nebi maxamed u guuriyo dabeetana waa soo direen markay diideen cali wuxuu ku yidhi haddaba labadooda dira idinku ha raacine
labada yar yar uu u tagaa nabiga waxa weydiistaan idin ka hadha labadiina nin waa weyn labada yar raba la soo diray markii salaadii duhur la tukaday ayaanu albaabka uga dheeraynay bay dhahday nabiga u sii fadhiisana markii uu albaabka noogu yimi anagoo fadhfadhin u dhagaana qabtay bay dhahday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa akhrija maa tusariraan waxaa qarsanaysaan ii sheega buu yidhi soo saara wixii aad qarsanayseen waxbaa meesha la fadhidaane sheega buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuuna soo kaxeeyo guriguna geeyey buu yidhi wuxuu maalintaa joogay bay leeyihin gurigii Zaynab bintu Jaxash haweenkii nebiga haweenay ka mid ah hadalkii baanu isku riixriixnay buu yidhi war adugu hadal iyo adugu hadal labadayadii markii dambe midkood baa hadlay waxay nebigu ku yidhahay anta abaru nnaasi wa awsalu nnaas dadka adaa u samafal badan oo u xidhiidhin badan dee annaguna rag waaweyn oo qaan gaadhay baanu nahay dee waxaanu kuugu nimi inaad xoolaha sadaqada inaad walcaamiliina calayha haddii dee naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dartid oo dee dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aanu ku helo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay in doora markuu aamisnaa ayuu wuxuu yidhi ninka xadiiska warinaya wuxuu leeyahy Zaynab oo xagga dambe fadhida ayaa noo gacan haadinaysoo le war aamusa hala hadina ku celinina hadalka nebigu markaasuu la hadlo wuxuu yihi ina sadaqa laa tanbagi liaali muxamed inamaa hiya awsaaqu nnaas waar zakadu reer nebi maxamed uma cuntanta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacnii aalu beytka nebiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nebigu leeyahy aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuwaa liya maxmiya nin maxmiya la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayay yacnii nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyahy one fifth shan dalool oo dalool ninkii khumuska mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhaaha Nawfal ibnu Lxaris ibnu Cabdilmutalib labadaa igu yeedha buu yidhi labadii baa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada alghulam ibnatak inankan inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiilmid waa alfadal ibnu cabbaas oo cabdillahi ibnu cabbaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri Nawfal ibnu Lxaris ibnu Cabdilmutalibna wuxuu ku yidhi ankix haada alghulama ibnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuray yacnii labadii nin ee uu yeedhay laba hawlooda ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahy labada ninan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahe xoolaha fayga ee aad hayso astiq canhuma min alkhubus kada wakada wakada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka sii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u deliishanayaan culammadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayey inuu xataa u guurinayey oo u geed fadhiisanayey oo ka bixinayey wixii kharashe ku baxayeyna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayey haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiya kow waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeed ba ay ammaanta u taqaanay diintuna sugtay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sugayo qur-aan aada u badanina waati dilqurba xaqahu miidhanaya oo dilqurbaha in ixsaan loo sameeyana uu soo arooray nusuus tiro badan nebiga calayhi salaatu wasalaamna oo ka soo aroortay inuu intan ka soo qaadanay nusuustaasi oo sheegaysa cahdigii maka iyo cahdigii madiine baynu nebigu masaladan ka hadlayay nusuustaasi oo sheegaysa in ilaahay uu ku barakeeyo dadka ficilkan sameeya nusuustaasi oo sheegaysa arsaaqda iyo guurku arsaaqda iyo da'duba cimriguba in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeyo idan waxaynu leenahay marka islaamku wuxuu farayaa dadku bulshadu inay isku xidhnaato dawaa'ir kala dambaysana way isugu xidhantay daa'ira al-uulaa naftaada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidiinta waxaa ku sii xiga markaasi qaraabadii waxaa ku sii xiga jaarkii waxaa ku sii xiga masaakiinta iyo agoonta iyo dadkii kale ducafaa almujtamac
وحكو سيحيقا بلشدة دمانتد وحكو حيقا المخالفين كو حتى دينهان أيضا نسكوها فقصانين حديد كالو سمينا يينا وحديد كلمة طيبة وصدقة تلد وصدقة ظلم قوات كتشوش سوا صدقة مال قوات سوا صدقة يعني وحلالي يوحو نبغو صدقة كشيغا يوردمي وحي قالي كرانين نغضان محي سلة الرحم الدبا وسترن كمركن وتاغني دتكم حي وشقيسن وايني وا برايفت دتكم اني شقيستان وا لغلط ليا لكن لغو ما قضيه انو شقيستو وا واخ لغلط ليا وناغسن لكن واخ لغو قضيه ما هو ان لا تاغيره واخ لا سيها. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.